في الأسبوع ده برضو خبر جديد مش غريب على المحاكم المصرية. محكمة مصرية بتحكم على طفل عنده 6 سنين بتهمة مقاومة السلطات. والله محكمة مصرية حكمت بالسجن 6 شهور على طفل عنده 6 سنين بتهمة مقاومة السلطات. القضية دي يا جماعة حصلت في شهر أكتوبر اللي فات، شهر 10 اللي فات، لما قوة من الشرطة دخلت إلى إحدى القرى في محافظة إنا في صعيد مصر، راحت علشان تعتقل شخص مطلوب. الناس بدأت تتصدى للشرطة، الناس بدأت تقول لا، يعني تدافع تتكلم معاها علشان ما تسلمش الراجل. المهم يا سيدي، بما فيهم يعني الناس اللي وقفت قدام العربيات وبتاع، كان فيهم طفل اسمه محمد صبري. محمد صبري عنده 6 سنين، طلع في حقه حكم قضائي من المحكمة بالحبس 6 شهور. طبعا محمد ما راحش المحكمة وما راحش السجن يتحبس، لأنه كان مشغول بصراحة في الدراسة، لأنه في سنة أولى ابتدائي وكان بيروح المدرسة اللي بطل يروحها عشان خاف يروحوا يعتقلوه من جوه المدرسة. وده يا جماعة ببساطة بيورينا الدولة المصرية واصلة لحد فين. قبل كده قبضوا على واحد كفيف علشان بيدرب الناس على القنص، وهو أصلا قناص. قبل كده خدوا واحد معاق علشان بيقاوم السلطات برضو، وبيقوم بأعمال عدائية ضد الدولة. ودلوقتي محمد صبري 6 سنين بيتحكم عليه ب6 شهور، ومحمد خايف يروح مدرسته اللي في قريتهم اللي هو فيها في سنة أولى ابتدائي علشان خايف من الاعتقال.